احنا عاملين مبادره لاهل غزه. طبعا الاحداث اللي موجوده صعبه جدا ما حدش يستحملها، فلازم نعمل حاجه كمجتمع مدني. احنا هنا في مركز اجا محافظه الاهليه عملنا مبادره من بعض الجامعات الفعاله. بفضل الله حاولنا يمكن في اقل من 10 ايام جمعنا يعني مساعدات في قيمه حوالي 1,000,000 جنيه. طبعا كانت اللي كان مميز جدا المره دي ان كان حضرتك بنشوف دايما في اي حاجه كبار السن اللي عندهم وعي بيساهموا في اي حاجه، لا المره دي بقى الصغير يعني الاطفال والسيدات مثلا في عمر 25 يعني الاطفال بحصلاتهم. السيدات جالنا اثنين، واحده بخاتم وواحده بسلسله، وطلبت مني ما حدش يعرف اسمها خالص. الحمد لله رب العالمين، مركز اجا دايما معروف بمبادرات الخير، ودي مش اول مره. ويا رب يا رب يرفع البلاء عن اهل فلسطين ويرجع لارضهم تاني، وفلسطين في القلب. فكرنا في الفكره دي في مبدئيا ان احنا بندعم القياده السياسيه لمصر، وبندعم بنقف خلف كل ما يتم الان من القيادة السياسية في دعم اخواتنا في فلسطين. واتحدنا كلنا عبارة عن اكتر من 15 جمعية، وقررنا ان احنا نكون كلنا ايد واحدة ونركز في دعم اخواتنا في غزة، باننا كلنا نقدم دعم واحد بس بدل ما كل جمعية تقدر ان هي تشتغل لوحدها. كمان قررنا ان احنا الغضب اللي جوانا ده نحوله، بدل ما نزعل ونقعد، لا قررنا ان احنا الغضب ده نحوله لشيء ايجابي، ان احنا نعمل ايه، نقدم الدعم ده لاخواتنا، وعلى عبارة عن معونات غذائية، كرتونة فيها معونات غذائية، وطبعا دعم طبي من كل الانواع.